قوله لا يبيع حاضر لبادي، يعني انت مثلا من المنصوره ومفتح مثلا، مفتح مثلا، جاك واحد من براري الحامول او بلطيم وجاء معه شيء يريد ان يبيعه في المنصوره. نفترض ان الحمول براري، نفترض انها باديه، نفترض لان النزاع قائم في شانها. فانت يعني من المنصوره شايف نفسك، شو تقول؟ لا هات لي وانا ابيع لك، اعطني وانا ابيع لك. فالنبي نهى عن ذلك وقال دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض. فهذا قول لا يبيع حاضر لبادي. ها؟ هو داخل في باب يرزق الناس بعضهم من بعض، في رواية لا كله سمسارا. ولا تناجشوا ولا